هاي يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. معاكم جهاد من قناتي، قناه صحه وطاقه وجمال. يا ريت لو اول مره تشوفيني في القناه اعملي لي لايك وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا النهارده هعمل معاكي صينيه بسيسه. هنستخدم الذره الصفراء. الذره مغذيه جدا جدا يا جماعه، والبسيسه هايله جدا ومغذيه جدا جدا لينا والاطفالنا. كتير مننا مش بيعرفوا يعملوا البسيسه وبتطلع البسيسة مكتومة. انا هقول لكم هنعملها مع بعض بخطوات بسيطة ولذيذة وهتطلع تحفة. هنجيب البولة بتاعتي. الاول هقول لك على المقادير. هيكون معايا كوباية لبن، كوباية سكر، نص كوباية زيت، كوبايتين ونص دقيق ذرة، اتنين بيض عليهم رشة فانيليا، معلقة خل صغيرة، ومعلقة بيكنج باودر. هنوسع كده كل الحاجات الجميلة دي. هنجيب البولة، هنحط فيها اتنين البيضة اللي عليهم رشة الفانيليا، تمام، وهنحط نص كوباية الزيت، وهنحط كوباية السكر، وهنحط معلقة الخل. الخل مفيد قوي وحلو قوي في الكيكات. انا بستخدمه في الكيكات والحلويات لانه بيدي طراوة للعجين. هنقلب كل المكونات دي كويس جدا 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 مع بعض. هنا بعد ما قلبت كل المكونات، انت ممكن تستخدمي المضرب اليدوي او الكهربائي او تستخدمي الخلاط. وطبعا كل ما تقلبي كتير كل ما النتيجه بتبقى افضل. هنضيف بقى كوبايه اللبن بتاعتنا، نقلب. وانا هنا حاطه سبير عندي فنجان لبن علشان لو احتاجت معايا، تمام. بعد ما قلبت كويس هنضيف دقيق الذره شويه شويه ونقلب بالراحه. هنشيل بقى المضرب خالص وهنجيب الاسباتولا بتاعتنا وهنقلب كل الخليط مع بعض. لو حسينا ان الخليط تقل مننا هنضيف لبن. وانا هنا شايفه ان احنا هنضيف فنجان اللبن، يبقى خلي تملي كده سبير عندك في المقادير اللي بتعمليها للكيكات او المعجنات، ان يكون في شويه لبن عندك في فنجان وحبة من الدقيق او دقيق البسيسة او اي حاجة بتعمليها معجنات عشان توزني. البسيسة احتاجت شوية بسيسة هتحطي، احتاجت شوية لبن هتحطي، تمام. هنقلب كل المكونات دي كويس جدا مع بعض. هنا بعد ما قلبت كل المكونات، انا نسيت اقولك نحط رشة البيكنج باودر، فانا حطيت البيكنج باودر وانا بقلب المكونات مع بعض، وقلبتها كويس جدا بالسباتولا بتاعتي لحد ما يبقى السمك بالمنظر ده، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، وسط. وانا بفضل ان البسيسه لما تيجي تعمليها يكون السمك خفيف، ما تبقاش تقيل عشان يبقى فيه طراوه. هتجيب بقى الصينيه بتاعتنا. هنا الصينيه انا جايباها مدهونه زبده، وهنفضي فيها الخليط بتاع البسيسه. بجد احلى صينية بسيسة. انا بصراحة من عشاق البسيسة، يعني بحبها جدا، وبالذات الذرة الاصفر لانه مفيد جدا ومغذي، تمام. انا فضيت هنا الخليط في الصينية بتاعتي، هدخله فرن على درجة حرارة 180، ويكون الفرن طبعا سخن من قبلها. انا هدخلها الفرن، وبعد ما تخرج من الفرن هوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. وده شكل البسيسة بعد ما خرجت من الفرن. انا استنيتها تبرد خالص وحطيت عليها صوص شوكليت كده يعني ازينها، وحبه جوز هند. بجد يا جماعه من احلى انواع الكيك اللي في الدنيا بحالها، كلها قيمه غذائيه مش قادره اتكلم عنها بصراحه. انا من عشاق البسيسه لان انا عارفه ان دي الذره مفيد جدا ومهم جدا لصحتنا، فانا دايما بحب اعملها وبحب اعمل دي الذره الصفراء. بجد يا جماعه كيكه غنيه قوي، حلوه قوي. شوفوا شكلها عامل ازاي. انا هقطع حته معاكم كده. انا رايي الشيف حسن يا جماله تحفه، احلى كيكه بسيسه ممكن تاكليها. وظبطنا المقادير لما عملنا مع بعض، وقلنا ان انا سبت شويه لبن في الاخر. المقادير هتاخد كوبايتين لبن مع كوبايتين ونص دقيق بسيسه. يا رب دي الذره. يا رب تكون الحلقه عجبتك، واتمنى تسيبيلي رايك طبعا في الكومنتات،
ان شاء الله نتقابل في فيديو تاني جديد. كان معاكي جهاد من قناتي قناة صحة وطاقة وجمال. باي باي.